بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. نبدأ بإذن الله تعالى بشرح مختصر لمتن يسمى متن الأصول الثلاثة. شيخنا رحمه الله، شيخنا حفظه الله، مطلب الشيطان هم بينمو بما حمد وثناء والله سبحانه وتعالى سوسيران ذيكم اتلو سناكم من فوكلارين أبوكن سنقال دي تري جرون لك دي برينسيبر. نعم، قبل أن نبدأ بشرح هذا المتن المبارك نسأل أسئلة خمسة. Før vi begynner å forklare boken, så kommer vi til å spørre fem viktige spørsmål. السؤال الأول. Første spørsmålet. لماذا ندرس التوحيد؟ Hvorfor studerer vi توحيد؟ لأن التوحيد هو حق الله سبحانه وتعالى على العباد، على الخلق. Fordi det er Allah سبحانه وتعالى. Vi studerer توحيد fordi det er Allahs rett over hans slaver. خلقنا لنوحد الله. Og vi ble skapt for å tilbe kun Allah سبحانه وتعالى. لا يقبل الله سبحانه وتعالى أي عمل إلا بالتوحيد. Allah سبحانه وتعالى aksepterer ingen god gjerning بوجهت ما توحيد. ولا يدخل الجنة إلا موحد. وإن جنة انترسيك بوجهت فرا ينسوم تلبر كون الله. حتى لا نقع في الشرك. هلت تلات في also في سدير التوحيد فرد في كسك فالي شرك. ثم قد يسألنا إنسان من الناس يقول هل أنت مسلم؟ ده كان هنا نونس بيروس. تقول نعم. مسلم. تقول نعم أنا مسلم. دو سي يا مسلم. موحد. أدو ينسوم تلبر كون الله. تقول نعم أنا موحد. يقول اشرح لي بين لي ما هذا التوحيد. سوسبرانداي فوتيل ماي فاد فوكلار ماي مينينغنا توحيد. نعم، وقد يسألك أيضا سائل يقول هل أنت مشرك؟ ودكان دكان أن دبلي سبيرت أرو مش مشرك أرو إن سوم أسوسيير بارتنر مع الله. تقول أعوذ بالله أنا لست بمشرك. دسيريا سوكي تلفتوس الله ياريك فرا دي سوم تلبر أندرن الله. يقول لك اشرح لي هذا الشرك اذا كنت لا تعرف، وانا اقول لعلك واقع في الشرك وانت لا تدري عنه. فيسان سبيرد مو فوكلاره وا شركن هار او دو ايكي كلارو فوكلاره ده سو كان ده هند دو هار فالت شرك اوت نو ما دو فيت. اذا اوجب الواجبات واول واجبات واول علم يبدا به الانسان هو علم التوحيد. سو دارفور ده فيكتيكست او ده فيرست مان ستارت مي او ده فيرست مان ستارت مو لارا توحيد. ولا بد يتعلم الشرك حتى يحذر منه ويحذر منه، نسال الله العافيه والسلامه. والله اعلم. Och han må lära kyrk så att han inte faller i det och så att han kan advara andra mot det, och Allah vet bäst.